وفي سفارة مملكة البحرين في العاصمة البريطانية لندن، توافد الناخبون البحرينيون المقيمون في الخارج إلى سفارة المملكة لممارسة حقهم الدستوري بانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي. أكد معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أن الإقبال كان منقطع النظير، مشيرا إلى عدد المصوتين من البحرينيين في الانتخابات التشريعية في الخارج فاق عدد المصوتين في الانتخابات الماضية. لا شك أن اليوم عرس ديمقراطي هنا في لندن، فقد فتحت السفارة أبوابها من الساعة 8 صباحا وسط أقبال منقطع النظير من قبل البحرينيين الدارسين في لندن أو اللي يعملون في لندن والسواح والطلبة وعدد كبير أيضا من البحرين اللي يعملون في لندن، ما شاء الله العدد فاق التوقعات والعدد لحد الآن يفوق ما تم تقديمه وتسجيله في الانتخابات الماضية، فلا شك أن هذا اليوم يوم سعيد علينا جدا، علينا كلنا، ولا شك أن الجميع هنا يمارس حقه الديمقراطي بانتخاب مرشحه في دائرته. نتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح.